إسرائيل تهدد لجنة جائزة الأوسكار، كيف ذلك؟ قصة غير مسبوقة بدأت قبل 45 عاماً عندما فازت الممثلة فينيسا رودغريف بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم جوليا. أشعل ذلك الفوز جنون إسرائيل، خاصة أنها حاربت فينيسا بشتى الطرق في محاولة لتهميشها، حتى وصل الأمر إلى تهديد لجنة تحكيم الجائزة. لم ينتهي الأمر هنا، حيث ألقت فينيسا خطابها الشهير الذي وصفت فيه الإسرائيليين بالسفاحين، الذي يمثل سلوكهم إهانة لجميع اليهود في العالم. على إثر ذلك قادت منظمة الدفاع الإسرائيلية حملة عنيفة ضد فوز رودغريف، وصلت إلى حد محاولة تفجير إحدى دور السينما التي كانت تعرض الفيلم، إضافة لحرق دمى على هيئة الممثلة الإنجليزية. لكن ما سبب كل هذا العداء؟ كلمة السر تعود إلى وثائقي الفلسطيني الذي أنتجته فينيسا قبل ذلك بعام، والذي يحمل وجهة نظر تدعم منظمة التحرير الفلسطينية وتدين ممارسات إسرائيل ضد الفلسطينيين. لم يكن هذا الموقف الوحيد لفينيسا، حيث عرفت كذلك بمواقفها السياسية التي سببت لها الكثير من المضايقات والتهديدات والتهميش نتيجة دعمها للشعوب المناضلة من أجل الحرية والسلام، حيث ناصرت قضية شعب فيتنام وطالبت بنزع السلاح النووي وناضلت من أجل حقوق الإنسان، كما شاركت في المظاهرات التي عارضت الحرب في العراق عام 2003.